يقول السائل: فضيلة الشيخ، سمعت أن هناك كسوفا كليا للشمس غدا إن شاء الله، فهل هناك وقت معين لصلاتها في جماعة أم من رآها يصلي بمفرده؟ وجزاكم الله خيرا. نعم، كما سمعتم أنه إذا حصل الكسوف فإنها تصلى صلاة الكسوف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلها جماعة أفضل، فعلها جماعة أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بأصحابه جماعة، وله أن يصليها وحده، له أن يصليها وحده، ولكن صلاته مع الجماعة أفضل. نعم.